طار شعرها على وجهها فيما كان أنزو يقود سيارته السريعة نحو تورين في صباح اليوم التالي. حاولت لورا ألا تتأثر بما سمعته من ستيفانو. قالت لنفسها: أنت سمعت جهة واحدة من القصة، وكما هو واضح فإن ستيفانو يشعر بغيرة شديدة من أنزو، ومع ذلك لم تستطع أن تبعد ما سمعته من أفكارها. وما إن وصلا إلى المدينة حتى أخذها أنزو إلى مصنع القماش، ونظرا لمعارفه الكثيرة تمكنا من التجول براحة وكأنهما ضيوف شرف. راقبت باهتمام واضح أقمشة الحرير الفاخرة تخرج من أماكن الصباغ المختلفة، ومع أنها كانت تفضل أن تتناول الغداء مع أنزو بمفردهما، لكنها لم تستطع أن ترفض دعوة مساعدة المالك. وهكذا تناولت الغداء وهي تستمع لأنزو وجيان غرينكو موريلي وهما يتحدثان عن أسواق القماش والمنافسة الكورية. قالت مضيفتهما: ما زلنا في المقام الأول في الرسم على القماش، وإن رغبت السينيورا روسي سنضعك على قائمة الأشخاص الذين نرسل لهم منتوجاتنا، وبإمكاننا أن نضع نماذج خاصة تحمل طابعا خاص لأية مجموعة إن رغبت بذلك. وجدت أنزو رفيقا ساحرا بعيدا عن الفيلا يبدو أكثر مرحا، ولم يشعر بلحظة بأي صداع. ربما كان ذلك بسبب قلقه على والده، هو الآن لا يجد صعوبة في وضع حزنه جانبا ليشارك في الحديث. توجه في فترة بعد الظهر إلى معرض خاص في رسومات القرن السادس عشر في صالة صغيرة بالقرب من ديومو. وقفت فاغرة الفم أمام صورة رأتها في المعرض الفني في شيكاغو. سألت باهتمام: من هو هذا الرجل؟ أجاب أنزو بصوت حاد: إنه غيريو، رجل دين من بوسلي. لدي إحساس كأنك سمعت به من قبل. قال لها: في الحقيقة هناك صلة عائلية بين عائلة يوسلي وروسي، وعائلة يوسلي هي من بنت فيلا فوغليا في بداية القرن الخامس عشر، وبسبب هذا الرابط اشترى جدي المكان في أواخر القرن التاسع عشر. أمضيا فترة بعد الظهر وهما يتجولان في المدينة. توقفا في قصر روسي ليبدلا ثيابهما قبل الذهاب لتناول العشاء. وضعت حقيبتها في غرفة الضيوف التي شغلتها مع باولو. استحمت وارتدت الفستان الأسود الذي ارتدته في جنازة أمبيرتو، بالطبع بدون السترة والتي جعلها تتألق جمالا. نجاحها في الاختيار بدا واضحا في عيني أنزو ما إن نظر إليها. قال: تبدين رائعة الجمال. غادرا على الفور لتناول الطعام في كامبيو، مطعم فاخر مزدان بالثريات الفاخرة المصنوعة من الكريستال وبالأزهار الجميلة على كل طاولة. اقترب منهما النادل والذي يرتدي ثيابا تقليدية مع مئزر أبيض فوق ثيابه. أحضر لهما الطعام على الفور. لم يوافق أنزو على أن لا تتناول الحلوى. قال بإصرار ما إن اقتربت عربة محملة بكل أنواع الحلوى من طاولتهما: كل ما يتعلق بهذه الأمسية يجب أن يكون كاملا، وهذا يعني أن عليك على الأقل أن تتذوق قالب الحلوى بالشوكولا. قالت وهي تضحك: حسنا، ولكن سنتشارك بقطعة واحدة. شعرت بحرية لم تشعر بها من قبل، فابنها برعاية آنا وحزنها على غاي قد شفي. وبناء لاقتراح أنزو سارا في شارع باركو ديل فالنتينو وهو شارع التنزه للعشاق، ثم أخذها إلى النادي الإفريقي حيث رقص على أنغام الموسيقى الساخبة. قالت في سرها: نحن نتحرك وكأننا شخص واحد، وكأننا كنا نرقص دائما معا. جاوزت الساعة منتصف الليل عندما أوقف أنزو سيارته في مبنى روسي وصعد معها إلى شقتها في الطابق الأعلى بمصعد قديم الطراز. سألها ما إن أصبحا في الداخل ولم يظهر خادمه: ما رأيك بشراب ما؟ قالت له: حسنا، ونزعت معطفها لتضعه على إحدى المقاعد البيضاء في غرفة الجلوس. راقبت أنزو يحضر شرابا من البراد مع كوبين من الخزانة المجاورة. قال وهو يقدم لها كوبا: لنتمنى لنا حياة سعيدة. ضمها إليه فشعرت بأن هذا ما كانت تنتظره. قالت بنفسها:
أنا لا أهتم للغد، لن أفكر بما سيحدث عندما يحين الوقت لنفترق. كادت أن تتعثر عندما ابتعد عنها فجأة. سألته منذهلة: ما الأمر؟ قال محاولا أن لا يظهر الألم الذي يشعر به على وجهه: هناك أمور كثيرة عني لم أخبرك بها. رفعت لورا كتفيها وعلقت: لما لا تخبرني؟ فأنا أصغي باهتمام. شعر بالألم يزداد ليصل إلى قمة رأسه وإلى مؤخرة عنقه. عليه أن يأخذ دواء ما. قال معترفا: لست متأكدا إن كنت أشعر بالارتياح إن تحدثت عن ذلك أو إن كان علي أن أزعجك بمشاكل الليلة. سألته بصمت: إن لم يكن الآن فمتى؟ وإن لم يكن لي فلمن؟ ألم تشعر كم أنت غالي علي؟ فكر أنزو: عليه أن يلقي اللوم على نفسه، فلو لم يحضرها إلى هنا لما كان هو وإياها تعرضا لهذا الموقف المزعج. وعلى الرغم من ألم رأسه فهو يشعر برغبة قوية نحوها، لكنه يعلم أنها تستحق أفضل من ذلك. تستحق حبيبا لا ترعبه الكوابيس، ولا شخص بطبع حاد أو يصاب دائما بالصداع، بل إنسان مرح وسعيد يستحق حبها. قال أخيرا: بالطبع لن أحتاج لأذكرك، إننا لا نستطيع إقامة علاقة عابرة بسبب الروابط العائلية بيننا. كما قلت لكريستينا، لديك عمل وحياة في الولايات المتحدة. لا أهتم لأي من هذه الأمور الليلة، ولست بحاجة لأي توضيح. قالت معترفة: كنت غاضبة من كريستينا، لكن بالطبع لم أقصد. ربما كنت غاضبة، لكنك قلت الحقيقة. وجدت لورا نفسها تقول كلاما ما اعتقدت يوما أنها ستتفوه به. ادعى ستيفانو أن لديك طبع حاد، وأنك كدت أن تقتل خطيبتك السابقة لأنك نزعت من يدها مقود القيادة في وسط شجار بينكما. هل هذا هو السر المخيف الذي تخشى أن تتلفظ به؟ مع أن أنزو جفل من تدخل ستيفانو، لكنه لم يعلق، لأن لوسيانا كانت سترمي بهما من على جرف عال، وهو بذلك أنقذ حياتهما. لكن ما هو صحيح؟ أن طبعه الحاد هو من أثار الجدال منذ البداية. اعترف قائلا وهو يتمنى لو أن أخيه يذهب إلى الجحيم. ما قاله ستيفانو صحيح، لكنه لا يعلم كل الحقيقة. أتوسل إليك لورا، لا تضغطي علي. كم أحب أن ألقي بهمومي بين يديك، ولكن ليس الليلة. رفعت لورا ذقنها بكبرياء. إنه مصمم على رفضها وإبعادها عنه، وليس هناك أي شيء تستطيع القيام به. سأبقى هنا حتى تقرأ الوصية، وبعدها سأعود إلى شيكاغو، وما إن أصبح هناك قد تمر سنوات قبل أن أراه ثانية. قالت: كما تشاء، وإن كنت لا تمانع أعتقد أن علي أن أتمنى لك ليلة سعيدة. أصر على مرافقتها إلى باب غرفتها، وطبع قبلة ناعمة على جبهتها. وبينما كانت تحاول أن تنام بعد فترة، شعرت بالدموع تبلل وسادتها. لم ترغب في أن تنتهي الأمور بينهما هكذا، لكن ماذا تستطيع أن تفعل؟ رأت الساعة تشير إلى الثالثة صباحا عندما استيقظت لورا على صوت أنين من جناح أنزو. أنارت المصباح بجانب سريرها وجلست تصغي. بعد لحظات قليلة من الصمت سمعت الأنين من جديد. أبعدت الغطاء عنها ولم تفكر في ارتداء روبها أو انتعال خف، وأسرعت عبر القاعة نحو جناحه. كان الباب مغلقا كما توقعت. نادت: أنزو، هل أنت بخير؟ وبنعومة طرقت على الباب. لم يجب، ومرة ثانية سمعت الأنين. ماذا إن كان مريضا؟ وبتردد حاولت أن تفتح الباب. شعرت بالراحة لأنه غير مقفل. رأت غرفته مظلمة، وليس هناك إلا أشعة ضوء القمر تنير جانبا من السرير. بالتدريج تمكنت عيناها من رؤيته. رأته يتمتم ويتحرك في نومه، أخو زوجها والذي أصبحت مغرمة به حد النخاع، مع كل يوم يمر يعاني من كابوس مريع. خافت أن تقترب منه وتلمسه، لذا قالت: أنزو،
أنزو استيقظ. جفل وكأنها لمسته فعلا، فتح عينيه ثم رمش بارتباك. سألها لورا: حبيبتي، ما الذي تفعلينه هنا؟ كنت تعاني من حلم سيء. وبسرعة عاوده الحلم، إنه دائما ذات الحلم، شجار وكما يبدو في إسطبل فيلا فوغليا، ثم يطعن أحدا ما ويمد يده أمامه ويكتشف أنها مليئة بالدماء. اقتربت منه وضمته إليها، أخذت تمسح رأسه وكتفيه حتى شعرت بأنه هدأ تماما. قالت له: أخبرني عن حلمك، لا تريدين أن تسمعي، أنا من طلبت، أليس كذلك؟ ساد صمت طويل شعرت فيه بمقاومته، لكنه قال على مضض: إنه ذات الحلم، وما زلت أحلم به ومنذ سنوات. ربما إذا تحدثت عنه فلن تحلم به من جديد. شعرت وكأنه يفكر إن كان يستطيع أن يثق بها، وفي نهاية الأمر قال بهدوء: هناك شجار ودماء على يدي، وكأنه أمر مؤكد لي بأنني قتلت شخصا ما. آه يا أنزو، هذا كابوس مخيف. ضمته إليها بشدة وتابعت: لكن كما تعلم، لا يتحمل المرء مسؤولية ما يحدث في حلمه، وكما قرأت مرة، إنه إنذار يجعلك تهتم لأمور ما أو شخص ما. لورا، صدقيني، لقد فكرت بذلك كثيرا، الرسالة واضحة، لا يمكن الوثوق بي، فلدي طبع مخيف. أرادت أن تصرخ به: لا أصدق ذلك، لكنها تعلم أن ما يفكر به يجري منذ زمن في عروقه، لذلك لم تقل شيئا بل انتظرت. تابع بعد قليل: الحلم يتعلق بطباعي، وعندما كنت في 17 لم يكن لأحد السيطرة علي. ضربت ستيفانو بالصوت مرة عندما رأيته يستغل إحدى الخادمات، وما زال الجرح في خده. إن لم تلاحظي ذلك فإنه... شعرت بالأسى لأجله وقالت: لاحظته، وستيفانو يستحق ما فعلته به. أما بالنسبة إلى الحادث مع خطيبتك، كانت فاقدة الوعي وحاولت أن تقتلنا معا، لكنني أنا من فعل بها ذلك، فأنا لم أحبها مطلقا، وخطوبتنا دبرت من قبل والدي لأجل عمل ما. علمت أنني لا أحبها، وبدأ ستيفانو يتودد إليها بعد خطوبتنا، وقررت أن أواجهها بالأمر في طريقنا للزفاف. أطلقت عليها أسوأ الأسماء وهددتها بأنني سأقول ما أعرفه عنها أمام رجل الدين وكل أقاربنا. بالنسبة للورا، كل ما قاله يبرر غضبه الشديد، كما وأنها تعكس تصرف رجل شاب. أما الآن وهو في 38 من عمره، فهو أكثر نضجا، خصوصا لأهمية المسؤولية الملقاة على كاهله. وهي تشك إن كان يعبر عن غضبه كما كان في 17 أو في 30 من عمره. قالت له بهدوء وصدق: عزيزي، لم أفكر بذلك للحظة. فجأة عانقها، وبعد لحظات قليلة قال لها بنعومة: قدمي لي صنيعا، لا تخبري أحدا بما قلته لك عن الكوابيس التي تنتابني، فستيفانو سيزعجني بها، ولا أريد أن أفقد احترام جدتي لي. عادت لورا إلى سريرها عند 4:00، واستيقظت بعد 3 ساعات لتسمع صوت المياه تندفع من القسم الآخر للمنزل. قالت لنفسها: من الأفضل أن تستحم وترتدي ثيابها بسرعة. تناولت الفطور في غرفة الطعام، وقد قدمه لهما مدبر منزله. لم يكن لأي منهما شهية لتناول أكثر من القهوة وقطعة من الفاكهة، كما وأنها في الطريق نحو الفيلا لم يتحدث أي منهما. مع ذلك لم يكن صمتهما مقلقا، بل شعرا بتقارب شديد بينهما، فقد أخبرها عن كل ما يزعجه، وهي لم تتخلى عنه، بل على العكس قدمت له الدعم والعاطفة. ما إن وصلا إلى الطريق الفرعية إلى الفيلا، خفف أنزو من سرعته وقال لها وهو يمسك يدها: أعطني قليلا من الوقت لأفكر بما قلناه لبعضنا ليلة البارحة،
سنتحدث مع بعضنا في وقت لاحق، وقبل أن نفعل علي أن أعمل على تنظيم أفكاري. لم تستطع بعد ما سمعته أن تقول له أنها ترغب في مساعدته. قالت لنفسها بصمت: أنا لست متأكدة منك، لكنني مغرمة بك كما لم أغرم يوما في حياتي، وأتمنى لو أستطيع أن أعرف ماذا يمكنني أن أفعل بشأن حبك. ما إن صعدا على درج الفيلا حتى رأيا آنا وباولو يقطفان الأزهار من الحديقة. ما إن رآها باولو حتى ركض نحوها، بالكاد استطاع الانتظار قبل أن يرمي بنفسه عليها. قال متذمرا: أمي أمي، كان ناردو هنا في غيابك وتصرف معي بسوء. حدقت لورا بآنا وسألتها: ما الذي حدث؟ هزت والدة أنزو رأسها بندم وقالت: أمضت كريستينا عدة ساعات في الفيلا بعد ظهر البارحة، وبينما هي هنا أمسك ناردو بأفعى في الغابة، لكنها ليست سامة، ووضعها في سرير باولو. أصيبت لورا بالرعب، قالت على الفور: لن أسمح له بالتعرض لطفل الصغير. ربثت المرأة على ذراعها وقالت: لا داعي للقلق، انتهت ألاعيبه حتى فصل الشتاء، وجعلته يعتذر عما فعله، ولا أعتقد أنه سيقدم على أمر كهذا بعد الآن. ضمت لورا ابنها إليها وهي تعلم أن كريستينا لم تغضب مما فعله ابنها. في ذلك الوقت كان أنزو يراقب الصبية مفكرا. سأله: عندما وضع ناردو الأفعى في سريرك، إلى من ركضت على الفور؟ حدق باولو بعمه بعينين واسعتين وهمس: إلى آنا. هز أنزو رأسه وقال برضا: أنت تقصد جدتك. لقد أصبحوا عائلة، هذا ما قصده أنزو عندما طلب من باولو أن ينادي آنا بالجدة. هذا ما فكرت به لورا وهي تنتظر باولو لينهي تناول طعامه. فهما لم يعودا غريبين هنا، وفيلا فوغليا أصبحت كمنزل ثاني لهما. بالإضافة إلى لورا وباولو، جلست آنا إلى طاولة الفطور تقرأ بهدوء الجريدة التي تصدر في تورين. غادر أنزو إلى المدينة، لكنه قال سيعود عند المساء. انضمت إيميليا إليهم لتناول القهوة ثم غادرت إلى غرفتها. وكالعادة ستيفانو يعمل في مكان ما من المقاطعة. أنهى باولو تناول طعامه وقال لأمه: هل أستطيع الخروج إلى الحديقة لألعب بالطائرة أمام النافورة يا أمي؟ بالطبع حبيبي، لكن حاذر كي لا تسقط في الماء. عندما عاد أنزو إلى الفيلا، أخبر الجميع أن دينو ليشانتي طلب أن نقرب موعد قراءة الوصية بسبب حالة طارئة في العائلة أجبرته على السفر إلى لندن، ولهذا يريد منهم أن يجتمعوا في مكتبه في صباح اليوم التالي. لم تشعر لورا بأنها قادرة على رؤية كريستينا، لكن أنزو قال لهم أن صوفيا وافقت على القدوم من سان ريمو، وهكذا ليس هناك من داع لتأجيل الموعد لعودة دينو، وتابع قائلا: وإن كان هناك أي أخبار غير سارة في الوصية نستطيع بذلك تخطي الأمر بدلا من الانتظار. عند الصباح غادر ستيفانو باكرا استجابة لطلب إيميليا، تمتم بشأن عمل عليه القيام به قبل الذهاب إلى مكتب المحامي. كريستينا وزوجها هما في المدينة لعدة أيام، وهكذا لم يبقى غير لورا، آنا وإيميليا. صعدت مع أنزو في سيارة الجدة الفاخرة السوداء. قبل أن يصعدوا إلى السيارة أمسك أنزو بيد لورا وسار معها إلى ناحية ما، همس أنه يتمنى أن يتحدث معها بمفردها عند عودتهم. سألته: عن ماذا؟ وشعرت بثوبها الحريري يتطاير على ساقيها وهي تدير ظهرها للسيدتين. حرك إصبعه على رسغها وقال: بشأن ما تحدثنا عنه في تورين مع أشياء أخرى كثيرة، لم أستطع أن أنام ليلة أمس، ولهذا فكرت كثيرا، وأنا متوتر وراغب في التحدث معك. أثناء ذهابهم إلى المدينة لم تستطع لورا إلا أن تفكر بما يريده، ولحسن حظهم وصلوا إلى باب المبنى الحديدي في اللحظة التي وصلت فيها كريستينا مع فيتوريو. بدت المرأة النحيلة الغاضبة غير راغبة حتى في النظر إليها. قال أنزو وهو يمسك بيد جدته: من بعدك.
رغم أن عليه أن يسير أولا، انزعجت لأنها بدت وكأنها تخترق أسلوب العائلة. بدت كريستينا أكثر انزعاجا ما إن دعاهم المحامي إلى دخول غرفته الخاصة، وبدأ الجو المتوتر يملأ الهواء حتى الاختناق. وصل ستيفانو بعد لحظات قليلة، سلم المحامي على الجميع ليخفف من وطأة الضغط المتزايد. وضعت المقاعد على شكل نصف دائري في مواجهة المكتب، وعندما جلس الجميع فتح المحامي ملفا ملقى على مكتبه. كتبت الوصية باللغة الإيطالية، ولم تجد لورا صعوبة في متابعة ما يقرأ. حصل أنزو على 40% من مصانع روسي للسيارات، أما ما تبقى فيقسم بالتساوي بين كريستينا، صوفيا وباولو، والذي ذكر المحامي أنه وضع مكان اسم والده المتوفى. وتلقى الحفيدان أسهما في البنك كهدية من أمبيرتو، ويتم المحافظة عليها من قبل والديهما حتى يبلغان 21 من عمرهما، مع مبلغ كاف لتحصيلهما العلمي. بدت تعابير كريستينا ستنفجر من الغضب. لم تقاطع المحامي وهو يعدد ما حصلت عليه كل من آنا وإيميليا من أموال نقدية والمقاطعة حول الفيلا. أما ستيفانو فقد حصل على مبلغ كبير من المال ومنزل في تورين مع مزرعة صغيرة منفصلة عن أسهم الفيلا والتي تنتج فاكهة مميزة. كما وأنه يحق له الإقامة في الفيلا طوال العمر، لكن كل ما يحصل عليه يعود إلى أنزو بعد وفاته. كما وأنه لا يملك أي حصة في مصانع روس للسيارات، والوصية لا تعطيه الحق في الاستمرار بإدارة المقاطعة من أجل الحصول على ما يبتغيه. بعد أن أنهى دينو لوشانتي قراءة الوصية قال: هذا كل شيء. قامت سكرتيرتي بنسخ طبعة للوصية لكل منكم، وإن كنتم تريدون الاعتراض لديكم 30 يوما للقيام بذلك، وإن لم يحدث ذلك ستعتبر وصية سينيور روسي نافذة منذ نهاية الشهر المحدد. هل هناك أي أسئلة؟ لم يتفاجأ أحد عندما رفعت كريستينا يدها النحيلة وقالت: يمكنك أن تعلم أن لديك شخصين سيعترضان، أنا وزوجي نعترض على كل ما سيحصل عليه باولو ابن الشقيق المتوفى غاي، فأبي لم يكن يعرفه مطلقا، لكن ما إن أحضره أنزو إلى هنا حتى عملت أمه على الضغط على أبي ليبدل وصيته لمصلحة باولو في الوقت الذي لم يكن عقله صافيا وسليما. شهقت لورا وأجابت: هذا غير صحيح، لم أفعل شيئا من هذا القبيل. حدقت إيميليا وآنا بغضب بكريستينا. أمسك أنزو يد لورا وقال لها هامسا: لا داعي للكلام الآن. تابعت كريستينا وكأن لورا لم تتكلم. كما وأن أخي ستيفانو لديه اعتراض وهو الذي سيتكلم عنه. رمشت عيون الجميع بما فيهم إيميليا وهم يحدقون بالشخص الذي جلس بعيدا عنهم قرب النافذة. قال وهو يرفع كتفيه: ما كنت لأذكر ذلك اليوم، لكن بما أن كريستينا بدأت فيمكنني أن أفعل ذلك أنا أيضا. وكما قلت لها هذا الصباح، لدي كل الحق في مصانع أمبيرتو للسيارات مثل كل أولاده وأكثر من باولو، وبما أنني لم أتلقى حصة مساوية من أسهم الشركة فأنا سأطعن في الوصية. حدق أنزو بأخيه بغضب: في حين أن كريستينا تريد أن تبعد باولو عن الوصية، ستيفانو يريد الحصول على ميراثي. إنه يريد أن يفعل ذلك مقابل كل شجار تم بيننا عندما كنا مراهقين. بسرعة فكر إن استطاع أن يجعل شقيقته تساندانه في الوصية فسيتمكن من إدارة الشركة كما فعل والده من قبل، لكن عليه أن يحصل على حصة باولو إن عارضته كريستينا، وهذا يعني موافقة لورا. لم يستطع إلا أن يتساءل ما الذي ستفكر فيه عندما يخبرها عن شعوره. هل تصدق أن مقصده جدي أو أنها ستعتقد أنه يتقرب منها من أجل مصلحته؟ ومهما كانت الحالة فرحيلها أصبح وشيكا وهو لا يستطيع تأجيل التحدث معها بصراحة. لم تتأثر صوفيا بكل ما يجري حولها، فهي تحصل على مبلغ كبير كل شهر من زوجها السابق، وبالنسبة لها الميراث من والدها لا يؤثر بها. ولم يتفاجأ عندما تمتمت أنها ترغب في الذهاب لعدة أيام إلى ميلان للتسوق، وكانت أول شخص في العائلة يغادر.
بعد مرور لحظات طلبت آنا أن تستعمل غرفة أخرى لترتاح قليلا. وقفت كريستينا تستمع لجدتها وهي تعلق عن انزعاجها مما قالته، أما زوجها فوقف قربها دون أن يتفوه بأي كلمة. شعرت لورا بنفسها وكأنها دخيلة على العائلة، خصوصا بعد اتهام كريستينا لها بأنها استغلت الرجل المريض. خرجت إلى غرفة الاستقبال لتنتظر، ولم تستطع إلا أن تشفل عندما تبعها ستيفانو. قال وهو يهز رأسه: مهما كان رأيك بي، لأنني أريد مواجهة أنزو في السيطرة على الشركة، فأنا أحبك، أحبك يا لورا، ولا أريد أن أراك تصابين بأي أذى، لكن هذا ما سيحدث إن حصلت إيميليا على ما تريده. قالت: أنا لا أعلم عما تتحدث. لا، لا أعتقد أنك تعلمين. مال ليصبح أكثر قربا منها، ومع أنه ليس هناك أحد ليسمعهما، حدق ستيفانو بها بتعاطف وتابع: إنها متسلطة، وهي تريد من أنزو أن يتزوج بك ليبقى ابنك الصغير في إيطاليا. سمعتهما يتحدثان بذلك منذ وقت ما، هو الآن بعد أن قرأت الوصية وأصبح واضحا ما أخطط له، فلديه أسباب ليحقق لها ما تريده. وبرأيي أنت تستحقين رجلا أفضل منه، رجل يحبك لأجل نفسك. وكما هو محتم أكمل النقاش في غرفة الطعام في مبنى روسي في تورين، حيث ذهب أنزو، لورا، إيميليا وآنا لتناول الغداء. مع أن خطة كريستينا وستيفانو بطعن الوصية هي ما يشغل بالهم، لكن لم يذكر أحد ذلك، وذلك بسبب أن إيميليا أعلنت أنها لن تسمح لأحد أن يتحدث عما جرى بينهم في مكتب المحامي. أخذت تحرك الطعام في طبقها وهي تفكر بما سمعته من ستيفانو. بالطبع هو يكذب عندما قال أن إيميليا تريد من أنزو أن يتزوج بها لأجل بقاء باولو في إيطاليا. أعلم أن العائلة هي أولى بالنسبة لها، لكن أعتقد أنها تفكر بمثل هذه الأمور. بعد وقت قصير انطلق الجميع نحو الفيلا، وفيما كانت السيارة تقطع المسافات بين المدينة والفيلا، كانت لورا غارقة في أفكارها. وضعت جيما باولو في سريره لينام في الوقت الذي وصلوا فيه إلى المنزل. أعلنت كل من إيميليا وآنا أنهما بحاجة للراحة في غرفتيهما. انزعجت مما حدث معها في يومها، ومدركة أن أيامها في إيطاليا أصبحت قليلة جدا. بدأت لورا بالسير وراءهما، وربما من الأفضل لها أن تبدأ بالاستعداد للرحيل. خرج من مكتبه حيث ذهب لتلقي وإجراء بعض المكالمات الضرورية. أمسك بيدها ماء أصبحت قرب الدرج وقال: تعالي لنسير قليلا في الحديقة، كنا سنتحدث بعد ظهر هذا اليوم، أما زلت تذكرين؟ سمعت صوتا في داخلها يقول: هذه لحظة الحقيقة، وعلى الرغم من تحفظاتها وافقت على الخروج معه. لا شك أن ستيفانو مخطئ، حاولت أن تقنع نفسها بذلك ما إن أصبحت مع أنزو على الدرج الأمامي. لن يطلب الزواج بي لأن إيميليا تريد ذلك، لن يستعملني من أجل إسعادها أو من أجل إعادة سيطرته على مصانع روسي. لكن ما إن مرت أمام النافورة وسار نحو الجهة التي تشرف على التلال حتى شعرت وكأنها تنتمي إليه. لقاؤهما الأول، وعندما أمسك بيدها أمام باب منزلها حتى شعرت وكأنه يخترق كل دفاعاتها، وشعرت بنفسها وكأنها تسير بانسجام تام معه. قالت لنفسها ما إن تشابكت أصابعه مع أصابعها: إنه قدرك. لكنها خافت، خافت مما قاله ستيفانو، وقررت العودة إلى حياتها السابقة. عليها أن تتصرف بعكس ما يشتهيه قلبها. وقفا تحت شجرة فنظر أنزو باتجاه المنزل. لابد أن ستيفانو في مكان ما، لأنه رأى سيارته بجانب الإسطبل. مع أنه لم يرى أي حركة من النوافذ، لكن كان لديه شعور بأن أخيه يراقبه. فكر بغضب: مهما يكن، إن كانت لورا تشعر مثلي فغيرتك لن تؤذنا. أصبحت نظرته أشد نهومة عندما نظر إلى وجهها. اعتقدت أن حياتها فقط للعمل والوحدة، ثم أتى هو وبدأت تحلم بإمكانيات غير معقولة. قال معترفا:
عندما تحدثنا في شقة تلك الليلة بعد أن رقصنا في النادي الإفريقي، أردت أن أخبرك ما الذي أشعر به نحوك، لكنني لم أسمح لنفسي. اعتقدت بسبب طبعي وكوابيسي لا أملك الحق، لكن في ضوء ما قد يحدث لي بخسارتك أعدت التفكير بالأمر. تساءلت لورا، هل يقول ذلك لأن إيميليا طلبت منه أن يفعل؟ كرهت نفسها بسبب ما تفكر به، أم أن ستيفانو تحدى سلطته على مصنع روسي للسيارات؟ لكنها لا تريد أن تفقد ثقتها به، وفي ذات الوقت تشعر أنه قادر على القيام بأي شيء ليمنع أخاه من الحصول على ما يملكه هو. قالت بارتباك، أنزو لا أعتقد. تابع وكأنه لم يسمع أي اعتراض منها. أنا أطلب منك الزواج بي يا لورا. أدرك أنه مع المنافع المادية التي أستطيع تقديمها لك، لكنني لست أفضل زوج لك، لكن بالطبع تدركين أنني سأفعل كل ما بوسعي لتحصلي أنت وباولو على الحياة التي تستحقانها. شعرت وكأنها تمشي على رمال متحركة، بدأ قلبها يدق في صدرها بقوة. حاولت ألا تفقد زمام الأمور بما يحدث، فهو لم يذكر أنه يحبها أو أنه كذب ما قاله لها ستيفانو. وراودها شعور مخيف أنها إن تجرأت وحاولت أن تصل إلى السعادة مع أنزو فإن كارثة ما ستحدث. لمعت عيناه بالعاطفة وهو ينتظر ما ستقوله. قالت أخيرا، لا أصدق أنك تتكلم بجدية. نحن نعرف بعضنا منذ وقت قصير، وكل منا ينتمي إلى عالم مختلف. قال محاولا إقناعها، كان غاي من هذه البيئة بالذات، ومع ذلك تزوجت به وقلت أنكما كنتما سعيدين جدا، وأنا وهو لا نختلف كثيرا. بالنسبة لها أنزو يختلف عن غاي اختلاف النهار عن الليل، فقد كان غاي مرحا مندفعا وقد ترك كل شيء ليفعل ما يرغب به، في حين أن أنزو مرتبط بالكامل بمصانع روسي وفيلا فوغليا، كما وأنه يتحمل عبء كل مسؤولية تلقى عليه. مع ذلك ترى الجانب المشرق في حياته وتشعر بالانجذاب نحوه بعيدا عن الفيلا وأخيه الذي يغار منه. واكتشفت مدى صدقه وشعرت وكأنها منجذبة إليه بقوة لا تقاوم. لكن في أحلامه هذا الرجل هناك دماء على يديه. ذكرت نفسها وهذا ليس بالأمر البسيط. سألها وهو يلامس خدها، ألن تعطيني جوابا؟ فأنا أحبك كثيرا، أحبك يا لورا. سماعها للكلمات التي اشتاقت كثيرا لتسمعها جعل قلبها يتراقص في صدرها. هل تستطيع تصديقه؟ هل هو الرجل الذي تستطيع أن تثق به؟ أم أنه يقول لها ذلك لهدف ما؟ وهو مجرد رجل أعمال مع طبع حاد وقاسي كما صوره لها ستيفانو. سألته، وماذا بشأن عملي؟ فإذا تزوجنا فسأتخلى عن العيش في الولايات المتحدة. قال ممازحا، أي أهمية للأعمال في لحظة كهذه؟ ألا تستطيعين العمل في القارتين عزيزتي؟ كثير من المصممين والمنفذين يفعلون ذلك، وكل ما أنت بحاجة إليه من مواد وإلهام قربك، كما وأن مصانع القماش في كومو وتورين، وبإمكان شركتك أن تدير العمل والتسويق في نيويورك، وبإمكانك السفر إلى هناك في أي وقت تشائين. من الواضح أنه يهتم بعملها، ولهذا فكر بالحل لمشكلتها، كما وأنه على حق. بشكل عام سينجح عملها بشكل واسع جدا إن اهتمت به، والعمل في إيطاليا سيجعل شركة روسي للتصميم العالمية أكثر شهرة. لمع في خاطرها ما كان يقوله غاي دائما، الحياة لا تعطينا إلا المشاكل، والفضل يعود لنا لنحقق السعادة. القضاء على مخاوفها وعلى الشك الذي زرعه ستيفانو خارج مكتب المحامي سيشبه القفز من جبل عال ولن تجد من يمسك بها. هذا ما سيحدث لها إن جعلت مكان عيشها في إيطاليا مع زيارات محددة إلى الولايات المتحدة. ومع ذلك هذا بالتحديد ما تريده، فهي تحب أنزو. خلال زيارتها القصيرة مجرد التفكير بالحياة بدونه تجعلها كشتاء لا نهاية له. تنهدت واتخذت قرارها، سترضى بالمجازفة. همست وهذا ما جعله يتفاجأ من قرارها.
حسنا أنزو، أنا أحبك أيضا وسأتزوج بك إن كان هذا ما تريده. أعلنا خطوبتهما في صباح اليوم التالي أثناء تناول الفطور. كانت سعيدة بشكل لا يوصف رغم توترها عندما أمسك أنزو بيدها وأخبر أنا وجدته عن خطتهما. فمهما كانت دوافعه للزواج بها فهي تعلم أنه يريدها تماما كما تريده. تمهل ستيفانو وهو يتناول فنجان قهوته الثاني، وهذا أمر خارج عن عادته، لكنه استمر في مراقبتهما باهتمام واضح، وتمنت ألا يعلم بما تفكر به أو أن لا يلاحظ كم هي مغرمة بأخيه. قال أنزو: إن لم يكن لديك أي اعتراض يا جدتي، سنجري مراسيم الزواج في نهار بعد الغد وفي المعبد الصغير مع حضور عدد قليل من أفراد العائلة. ما زال الوقت باكرا جدا للقيام بأي شيء أكثر من ذلك بعد وفاة والدي. لمعت عينا إيميليا بالرضا وقالت بهدوئها المعتاد: لا أجد مانعا من الاعتراف بأنني سعيدة أنكما قررتما الزواج، مع أنني لا أعرف سبب كل هذه السرعة. ألا يفرض رجال الدين فترة للحداد؟ وافق الأب توماسي على القيام بالمراسيم وقد اتخذت القرار بالسؤال: أعلم أن أخيك سيفورزا يقوم عادة بهذه الأعمال، لكنه في بروكسل هذه الأيام ونحن لا نريد الانتظار. أبعدت أنا كرسيها وقالت: أعتقد أن كل شيء رائع جدا وبرأيي لا داعي للانتظار أبدا. دارت حول الطاولة لتعانقهما ثم تابعت: أبارك زواجك بني، وفقط عندما فقدت الأمل في أنك ستتزوج يوما اخترت عروسا رائعة. أما بالنسبة لك يا لورا فقد أصبحت أشد قربا لي، ولا يمكنني أن أفكر بوضع أفضل. ولأول مرة أدارت إيميليا رأسها وقالت بنبرة ساخرة: وماذا عنك ستيفانو، ألا تهنئ أخيك؟ بالطبع جدتي. نهض ستيفانو ليسلم عليهما وهو يقول: أتمنى لكما الأفضل دائما، وابتسم بضيق وهو يحدق بلورا. انتهى الاجتماع في غرفة الطعام سريعا بعد ذلك. غادر ستيفانو متذرعا بالقيام بأعمال متأخرة لديه، أما أنزو فقد اتصل بعمة والده والتي تمضي معظم السنة في روما، الكونتيسا كما يدعوها. تملك فيلا قديمة في لايك ديستريكت، مع أنه أجبر على الصراخ قليلا لتسمعه، لكنها أعطته موافقتها على الفور، فأنزو وعروسه أكثر من مرحب بهما لاستعمال الفيلا كمكان لشهر العسل. بعد أن أخبر لورا بذلك قام أنزو باتصالات مطولة مع المدراء المسؤولين في المصنع، أما هي فقد انتظرت شروق الشمس في شيكاغو حتى تتصل بكارول وتعلمها بالتغييرات المهمة في حياتها، ثم كتبت رسالة سريعة إلى والديها: لم تستطع أن تتخيل ما الذي سيفكران به عندما تصلهما. فهي لم تكن تعرف أنزو عندما سافر والديها في رحلتهما الأخيرة وهما ما زالا في نيبال، والآن ها هي تتزوج به والدها والذي هو مرن جدا لكنه حازم وبشكل لا يصدق عندما يتعلق الأمر براحة وسعادة ابنته الوحيدة. لابد أنه سيصاب بالرعب لأنها لم تستشيره. سألته في مخيلتها: ماذا تريدني أن أفعل يا أبي؟ أبحث عنك في مجاهل الدنيا بعد مغادرتك للفندق الوحيد الذي يمكن الاتصال به هاتفيا، ولن يكون هناك أي فائدة من الاتصال، لا شيء ستقوله أو تفعله قد يجعلني أبدل رأيي. فحتى فكرة أن تنتظر لتعرف أنزو أكثر لن تسمح له بإقناعها بذلك، فهي تشعر وكأنه مقدر عليها الزواج منه، وهذا صحيح، ومهما برهنت لها الأيام فلن تقتنع. ومن خلال إجراء عملية حسابية دقيقة للوقت تمكنت من الاتصال بكارول والتي كانت معلمة مدرسة في السابق. قبل مغادرتها شقتها القريبة من العمل قالت صديقتها وهي تضحك: ماذا هناك في مثل هذا الوقت؟ هل تخططين للبقاء في إيطاليا إلى الأبد؟ ضحكت لورا بإحراج وقالت معترضة: في الواقع لديك حدث قوي جدا، أنا وأنزو سنتزوج يوم الجمعة،
ولا أعتقد أنك تستطيعين القدوم في الطائرة سريعا للوقوف بجانبي. للحظة لم يسمع أي صوت، في حين كانت كارول تمتص ما سمعته، ثم سألتها: أنت جادة فيما تقولينه، أم أنك تحاولين التأكد بأنني مستيقظة؟ لا، بل أنا جادة يا كارول. حسنا، تهانينا، أنا سعيدة جدا لأجلك. راودني شعور أن هناك قصة رومانسية تجري معك، لكنني لم أعتقد مطلقا أن الأمور وصلت إلى هذه الدرجة، قالت لورا وهي تتخيل صديقتها تبتسم. جرت الأمور بسرعة، أليس كذلك؟ وماذا عن سفرك إلى هنا؟ فوالدي في مكان ما في أدغال نيبال، وأنت العائلة الوحيدة لدي الآن. فكرت كارول وأجابت: آسفة عزيزتي، أفضل أن لا أفعل ذلك، فيجب على أحدنا أن يهتم بالعمل. ذكر كارول للعمل ذكرها بأنها تتخلى عن واجباتها، فقالت معتذرة: قال أنزو بإمكاننا أن ندير العمل من إيطاليا ونيويورك، هل تعتقدين أن ذلك ممكن؟ لأنك إن اعتقدت ذلك ماذا؟ ستلغين قرارك بالزواج منه؟ فكرت لورا وهي تحبس أنفاسها: كيف يمكنني أن أفعل ذلك؟ بسرعة أحصت كارول منافع هذا الاقتراح وقالت: في الواقع أعتقد أن ذلك سينجح فعلا، والعنصر الإيطالي سيضيف نجاحا على عملنا، كما وأن الأقمشة التي أرسلتها من تورين رائعة، كذلك التصاميم. وبدلا من أن تكون خطوتك هذه تراجعا، فالتغير الذي يحدث في حياتك قد يقودنا إلى الشهرة والعالمية حقا. أنهت الحديث بينهما، ما إن عاد أنزو إلى مكتبه باحثا عن نظارته للقراءة، فطلبت منه لورا أن يلقي السلام على كارول. حدقت به لورا وهو يتحدث على الهاتف، كم يبدو مرتاحا ووسيما وجذابا كأحد نجوم السينما في إيطاليا. لا شك أنه هكذا يبدو بالنسبة إلى كارول التي كانت تتحدث معه وتدفعه إلى الضحك. بدأ بوضوح أن كارول تأثرت به، قالت بصدق: ما إن أصبحت لورا بمفردها في المكتب من جديد. يبدو رائعا، ومن الواضح أنك مغرمة به. لماذا أشعر بأن الأمور لم تستقر بينكما بشكل نهائي؟ أم أنني أتخيل ذلك؟ وكالعادة، وعلى الرغم من المسافة البعيدة التي تفصلهما، فبإمكان كارول أن تفهمها، وكأنها كتاب مفتوح. اعترفت لورا: ليس بشكل مطلق، هناك كثير من الأمور لم أحظى بفرصة لأخبرك بها، وهناك مثلا شقيقة أنزو الصغيرة كريستينا ستطعن بوصية والدها لتحرم باولو من إرثه، كذلك ستيفانو يطالب بحصة في المصنع، وليستعيد أنزو سيطرته هو بحاجة لحصة باولو. وأنت تعتقدين أن غايته من الزواج الحصول على ذلك؟ لا، بالطبع لا. أدركت أنها تبدو قلقة ومشككة، فتابعت بصوت ناعم: فأنزو يقول أنه يحبني وأنا أصدقه، لكن ستيفانو قال لي أنه سيطلب مني الزواج قبل عدة ساعات من طلبه. ولم تذكر لها مخاوفها عن طبعه الحاد أو غيره من الأمور الأخرى. صمتت كارول لفترة وكأنها تفكر بما سمعته، أخيرا قالت: مهما كانت الأمور، فلو كنت مكانك لاعتمدت على حدسي فقط. بإمكانك الانتظار إن كان لديك شكوك، لكنني لا أعتقد أنك ستأخذين بهذه النصيحة. ما إن استلقت على سريرها في الليلة التي تسبق الزفاف حتى شعرت وكأنها كتلة من الأعصاب المشدودة، لكنها تمكنت أخيرا من النوم ورأت في المنام أنزو يقول لها: ابننا سيمتطي حصانه بمفرده قريبا، لذلك حان الوقت لنرزق طفلا آخر. صرخت لورا: لا، باولو ليس طفله، وهي لم تصبح زوجته بعد. غاب الحلم من ذاكرتها ما إن استيقظت. بدا النهار مشرقا ورائعا رغم أن الوقت في أواخر الخريف. كانت الحديقة مكللة بأشعة الشمس وأوراق الأشجار. وقفت لورا قرب أنزو، باولو وإميليا بانتظار رجل الدين ليصل. حاولت إقناع نفسها أن مخاوفها لا جدوى منها،
فالمنطق مما تفعله واضح وببساطة، فهي تحب أنزو، وبدلا من تركيز مجهودها كله على عملها وعلى تربية باولو، اختارت أن تعيش سعيدة مع من تحب. لم تكن مستعدة للإحساس الذي راودها أنها تتزوج للمرة الثانية، فبدا الحزن والقلق على وجهها. سألها أنزو: هل أنت بخير عزيزتي؟ تبدين شاحبة. ضغطت على يده وقالت: أنا بخير صدقني، لم تبدلي رأيك. لا مطلقا، وأنا سعيدة جدا. تفاجأت عندما رأت كريستينا وفيتوريو في المعبد، فقد تحملا مشقة الطريق من تورين للتواجد في المناسبة. نظرت نحو المنزل فرأت ستيفانو آتيا على ظهر حصانه عبر الحقول. عندما وصل قربهم لم يسلم على أنزو أو حتى تمنى لهما حياة سعيدة، بل هز برأسه. بدا لها أن الروابط في العائلة عميقة جدا رغم الخلاف الذي يبعد الأخ عن أخيه. اقتربت آنا وقدمت للورا باقة من الزهور، ثم قبلتها على خديها وقالت: على العروس أن تحمل الزهور حتى ولو كانت مرتدية لونا قاتما بسبب الجنازة السابقة. نصيحتي لكما بغاية البساطة، ليعمل كل منكما على إسعاد الآخر، وهكذا كل شيء سيسير على أتم ما يرام. أخيرا وصل الأب توماسي ووقف لورا وأنزو أمامه. بدأ بالتحدث عن مراسيم الزواج. شعرت لورا وكأن هذا اليوم من أجمل أيام حياتها، ومع أنهما أقسما على العيش معا في السراء والضراء والصحة والمرض، أعلن الأب أنهما أصبحا زوجين حتى يفرق الموت بينهما. خرج الجميع ليهنئوا العروسين ويتمنون لهما حياة سعيدة، وغادروا نحو فيلا فوغليا. بعد قليل انطلق أنزو بعروسه، ليس نحو تورين بل نحو جبل تحيط به بحيرة وصفه لها زوجها وكأنه قطعة من الجنة على الأرض. وقبل أن يغادرا، وبسبب رذاذ الأرز والزهور الذي أصر باولو وأنا على رميه، بدلا ثيابهما الرسمية إلى ثياب مريحة، أصرت إيميليا عليهما بذلك. ارتدت ثوبا من الحرير صممته بنفسها، استدارت نحو زوجها وطبعت قبلة ناعمة على عنقه وهمست: أحبك أنزو، أنا أحبك، وأنا أيضا أحبك يا لورا. مع أن عيناه كانتا مخبأتين تحت النظارة الشمسية، شعرت لورا أنه ينظر إليها بحنان، وهو يبعد شعرها عن خدها ليميل ويطبع قبلة على وجهها. قالت لورا: أنزو انتبه للقيادة. ضحك وقال: لا تقلقي يا عزيزتي، لدي رغبة قوية في الوصول إلى الفيلا، ونحن على ما يرام. شمال غرب ميلان اتجها عبر الشارع نحو كومو، وبعد مرور نصف ساعة بدت أمامها البحيرة التي تحبس الأنفاس من شدة جمالها. إنها كلؤلؤة في واد بين عدد من التلال المليئة بالأشجار، وبدت تقريبا كأنها مرآة تعكس جمال السماء. ثم قطع قارب سريع في عمقها تاركا وراءه موجة من الزبد الأبيض والذي تحول إلى لون فضي متراقص. رأت في الأماكن المكتظة بالسكان في كومو مباني حجرية تحجب رؤية البحيرة، لكن هناك مقاهي على طول مسافة الطريق. بعد مسافة عشرة دقائق في السيارة بعيدا عن المدينة، انعطف عن الطريق العام وعادت البحيرة لتظهر أمامهما في كل لحظة. بدت القوارب من كل الأنواع تتهادى على سطحها وكأنها تدعو الباحث عن الفرح إليها. شعرت بالهواء ناعما وكأنه يلامس بشرتها كالمخمل، ومع أنه نوفمبر فما زال هناك أزهار منتشرة هنا وهناك. أعلن أنزو أخيرا: ها قد وصلنا. وانعطف نحو طريق مفروشة بالحصى وتصل مباشرة إلى الشاطئ وإلى باب كبير من الحديد. ومثل فيلا فوغليا، فيلا الكونتيسا بنيت في عهد القرون الوسطى. حدقت لورا بجمالها وتناسق بنائها، سألته: هل حقا سيكون هذا المكان الرائع لنا؟ رماها أنزو بنظرة مرحة وقال: بالطبع، ما عدا هناك عامل وطاهي ورجل يعمل في الحديقة، وقد حذرتهم جميعا أن يتجنبوا التنقل كثيرا أثناء وجودنا.
أوقف سيارته أمام بركة محاطة بالأشجار الصنوبرية وتحت شرفة دائرية. وصل العامل فورا نحوهما ليحمل الحقائب. قال له أنزو: من فضلك احمل الحقائب إلى الجناح الرئيسي. في الداخل رأت درجا ملتويا من الرخام يصل إلى الطابق الثاني، محاط بدرابزين من الحديد مزخرف برسومات للعصافير والأوراق المختلفة الأحجام. إنه في منتهى الجمال، ولا بد أنه أضيف إلى الفيلا في أوائل القرن العشرين، قال أنزو وهو يحملها بين ذراعيه. اسمحي لي سينيورا روسي، هذا هو عملي الأول كزوج لك، أن أحملك عبر الدرج إلى غرفتك. طبعت قبلة على خده وهي تفكر أنهما أصبحا معا وسيعيشان حياتهما في مصاعبها وجمالها، وسينهضان كل يوم بين ذراعي بعضهما البعض. استيقظت في صباح اليوم التالي وأشعة الشمس تملأ الغرفة. مدت يدها ناحية أنزو فعانقت ذراعها الفراغ. نظرت سريعا حولها، علمت أنه ليس في الغرفة ولا في غرفة الحمام المتصلة. قفزت من السرير لتبحث عنه ووجدته في الطابق الأول يقف أمام النافذة ويحدق بمياه البحيرة في قاعة الاحتفالات. هل تراوده أفكار جديدة بشأن زواجهما؟ هذا ما فكرت به وهي تتقدم نحوه. لمح انعكاس صورتها في مرايا النافذة فاستدار على الفور ومد ذراعه نحوها. قال وهو يبتسم: اقتربي حبيبتي، كنت أفكر كم أرغب في الرقص معك هنا في هذه القاعة الجميلة. أمضيا فترة بقائهما في المنطقة، إما في غرفتهما أو يتنزهان ويكتشفان المكان أو الإبحار في البحيرة. شعرت لورا أنها لم تعرف يوما إحساسا بكل هذا السلام والأمان. إحساسها الوحيد بالشك راودها في آخر يوم لهما في المنطقة، بعد أن تجولا عبر التلال ليصلا إلى نينو على لايك ماجيوري لزيارة سوق الأربعاء. بطريقة ما ومن بين السائحين الأمريكيين والسويسريين والتجار المحليين، حيث هناك خبز طازج وعنب شهي، ابتعدا عن بعضهما. تجولت بين المتاجر الصغيرة والتي تحتوي الزهور والجبن والخضار. لمحت لورا زوجها يتحدث مع امرأة، إنها جميلة وبشكل ملفت للنظر بشعرها الأحمر المتدلي على كتفيها وبقوامها النحيل. وبدا واضحا من خلال حديثهما معا أنهما يعرفان بعضهما جيدا. التجهم على وجه أنزو أعلمها أنه لم يكن سعيدا برؤيتها، وبعد عدة ملاحظات من قبله أجابته باقتضاب واضح وغادرت. وعلى الفور ادعاء ستيفانو أن لدى أنزو صديقة مقربة يعيش معها في لايك ديستريكت لمعت برأسها. أقسمت أنها لن تفكر بما قاله وأبعدت عنها أي إحساس بالغيرة. لا يهم إن كان ستيفانو على حق أم على خطأ، فالماضي قد انتهى ولن أقلق بشأنه. عندما التقيا ثانية لم يذكر أنزو أي شيء عن الفتاة وهي لم تسأله عنها. ذراعه القوية التي أحاطت بخصرها وقبلته الناعمة هما كل ما تطلبه لتؤكد لنفسها أنه يحبها. عاد إلى فيلا فوغليا بعد ظهر اليوم التالي لتعلم أن باولو بالكاد افتقدهما. أخبرت أن ميتشيل قد علمه لعب الفوكي وامتطاء حصان لطيف استعاره له من المزرعة المجاورة. أما إيميليا فقامت بدورها بتعليم باولو الإيطالية، وعملت جدته على قراءة العديد من القصص له قبل النوم. ومع كل الحب والدلال الذي تقدمه له عائلته الجديدة، شعر باولو بالسعادة لرؤية والدته. علمت لورا أن كريستينا وفيتوريو عادا إلى تورين مساء البارحة لإعطائها هي وأنزو مساحة من الراحة. فكرت لورا أنها ستراهما كثيرا كلما دعتهما المحكمة إلى جلساتها، وتمنت أن ينتهي الأمر بسرعة. أثناء العشاء شعرت لورا أن آنا سعيدة في هذه المناسبة على الرغم من وفاة أمبيرتو. حتى إيميليا بدت راضية جدا وكانت تحدق بباولو بحب وتبتسم له كلما حدثها. لم يكن هناك إلا ستيفانو والذي وصل متأخرا، بدا وكأنه منزعج من سعادتهما الواضحة. بعد انتهاء العشاء أمسكت لورا بيد باولو وخرجت تتنزه، بينما اختفى أنزو في مكتبه ليعمل على أوراق مهمة.
عندما سألت ابنها إن كان يفتقد حياته في شيكاغو، رفع كتفيه وكأنه إيطالي منذ نشأته. اعترف قائلا: لا بأس بالحياة هناك يا أمي، جوزي صديقة رائعة، لكنني أحب جدتي آنا كثيرا، نحن لن نعود إلى هناك، أليس كذلك؟ جدتي إيميليا تقول أننا سنعيش هنا بشكل دائم. ابتسمت لورا، لقد بدأت تشعر بالحب نحو الأم روسي. قالت: الجدة إيميليا على حق، لكننا سنزور شيكاغو ونيويورك بشكل دائم، فأنا ما زلت أعمل مع خالتك كارول، كما وأن جدتك وجدك ويلسون سيتوقعان رؤيتنا دائما. كانت ستنضم إلى أنزو بعد أن وضعت باولو في سريره عندما ظهر ستيفانو في أعلى الدرج في الطابق الأول. سألها قائلا: هل تعطيني دقيقة من وقتك زوجة أخي؟ خشيت مما سيقوله، لأنه بطريقة ما سيدمر سعادتها. ابتعدت لورا عنه بانزعاج واضح. قال بإصرار: هناك أمر يجب أن تعلميه، ومن المحتمل أنك لن تصدقي ما سأقوله لك، لكنني أعلم أنك تريدين معرفة ما سأقوله من أعماق قلبك. علمت أنه سيخبرها عن أنزو، لكن ربما يجب أن تعلم، على أنزو أن يعلم أي نوع من الأكاذيب ينشرها أخوه عنه. قالت وهي تحاول أن تبدو هادئة: حسنا، ماذا تريد؟ لم يضيع أي وقت في التحدث عن الأمر. هل تذكرين المرأة التي التقى بها أنزو في سوق لينو؟ إنها المرأة التي حدثتك عنها. شعرت لورا بألم في قلبها، فهل يعقل أنها تحب أنزو إلى هذه الدرجة رغم الوقت القصير الذي عرفته فيه؟ لكنها قالت لنفسها أن أنزو لم يفعل شيئا لتشعر بعدم الثقة نحوه. قالت: آسفة لأنني سأخيب أملك يا ستيفانو، فأنا لست من النوع الذي يغار. شعرت وكأنها فقدت شيئا ما، لكنها لم تجد ما تقوله غير ذلك. قال لها: وإن علمت أنهما وضعا خطة ليلتقيا مجددا؟ شعرت لورا وكأنها أصيبت بضربة قاضية على معدتها. بعد لحظة عادت إلى رشدها وأجابت: أنا لا أصدقك، كيف يمكن لك أن تعرف شيئا كهذا؟ في الواقع من أخبرك أن أنزو التقى بامرأة في السوق؟ أنا لم أفعل، وأشك إن كان أنزو يثق بك. وبدلا من أن يبدو مهتما، رفع ستيفانو كتفيه وقال: لقد اتصلت بي، فنحن على اتصال دائم، فقد أرادت أن تعرف أي نوع من الزواج أقدم عليه أخي، وهو لا يزال مهتما بها. هل يعقل أن ستيفانو يخبرها الحقيقة؟ أدركت أن اتصال المرأة به أكبر دليل على معرفته بما حدث في السوق. علمت أنه قضى على ثقتها بأنزو، مع أنها حاولت أن تبعد هذه الأفكار بعيدا، لكن كل الأسئلة التي كانت تثير قلقها عادت إليها. هل تزوج بها ليحصل على السيطرة على حصة باولو في مصنع السيارات؟ أم ليحصل على رضا إيميليا؟ أم أنه حقا يهتم بها؟ وبعيدا عن استخدام تحري، هناك وسيلة واحدة لمعرفة الحقيقة. ستسأله؟ نعم ستسأله. استدارت مبتعدة عن ستيفانو من دون أن تتفوه بأي كلمة، وأسرعت بنزول الدرج لتصل إلى مكتب أنزو. كان يصغي إلى الموسيقى من جهاز الراديو ويكتب على دفتر قديم الطراز. سألها وهو ينظر إليها من فوق حاجب نظارته: هل هناك أمر ما عزيزتي؟ وضعت راحتي يديها على مكتبه ورمته باتهام ستيفانو بسرعة، وأنهت قائلة: يقول أن المرأة اتصلت به لأنها تريد أن تعلم أي نوع من الزواج أقدمت عليه، لأنك مشتاق إلى رؤيتها قبل أن يجف الحبر الذي كتب في وثيقة زواجنا. مع كل كلمة كانت تتفوه بها، كان وجه أنزو يزداد غضبا. إن الأمر يحدث من جديد، مغلف بالغضب والكراهية، الغيرة والحقد. منذ 8 سنوات تودد إلى خطيبتي، وهذا ما جعلني أفسخ خطوبتي، والآن بعد أن وجدت المرأة التي رغبت دوما في الحصول عليها، ها هو يفسد ثقتها بي. صحيح أن خسارة لوسيانا باراغي الوارثة الثرية والذي كان يفترض به أن يتزوج بها منذ 8 سنوات تحول إلى نقمة،
لكنه لم يسامح أخيه مطلقا على الإحساس بالإهانة والألم اللذين شعر بهما. أما مع لورا فالوضع يختلف كليا، فهي لم تخدعه، لكن وكما هو واضح فهي تعتقد أنه قادر على إيذائها، وهما لا يزالان في شهر العسل. استعدادها لتصديق أكاذيب ستيفانو يجرحه في العمق. إنها تنتظر إجابة منه، أي نوع من التفسير؟ حسنا، يفضل الموت على أن يفعل ذلك، سألها بصوت حازم وهادئ معا. هل هذا كل شيء؟ هزت لورا رأسها. الإحساس بالذنب وبعدم الثقة جعلها تفكر أنها أقدمت على غلطة كبرى. أطباعه قاسية وصعبة جدا، فها هو قد أعاد انتباهه إلى دفتره. سألته، ألا تقول لي أي شيء؟ شتت سؤاله كل ما بقي لديه من سيطرة على نفسه. قال بغضب وهو يقفز على قدميه ويمسك بها على رسغيها، وماذا تريدين أن أقول؟ إن ما سمعته غير صحيح. بالنسبة لي يحق لك التفكير كما تشائين. كان يضغط بشدة على يديها، صرخت من الألم وحررت يديها منه قبل أن تخرج من الغرفة بسرعة. سمع وقع خطواتها في الصالون ثم في الشرفة وأخيرا وهي تركض على الدرج الأمامي. وقف في مكانه بدون حركة من شدة الغضب. ظهرت أنا أمامه من الغرفة المجاورة للمكتب. قالت له، اغفر لي يا بني، لم أستطع إلا أن أسمع ما جرى بينكما. أتوسل إليك بني أن تلحق بها قبل أن تصاب بمكروه ما. شعر أنزو فجأة أن ما تقوله والدته صحيح. أبعد نظره عن وجهها القلق وركض وراء الأمريكية المتحررة التي يحبها من كل قلبه. خرج من الفيلا ولم يجد لورا في أي مكان. هل ذهبت إلى المرآب لتصعد في أي سيارة؟ في أي سيارة هناك لتغادر الفيلا؟ يعلم أنها لن تغادر المكان بشكل دائم من دون ابنها، كما وأنها لا تستطيع الابتعاد من دون مال أو جواز السفر. نظر حوله غير قادر على اتخاذ القرار في أي اتجاه يتبعها. عندما رأى ميتشال قادما من الغابة برفقة كلبه، سأله، ميتشال هل رأيت زوجتي؟ هز الرجل العجوز رأسه وقال، ذهبت باتجاه الإسطبل سينيور أنزو. شكرا لك. بدأ بالركض وراءها وإحساسه بالقلق يتضاعف. بعد مرور لحظات رأى ستيفانو يحاول أن يضمها إليه. هجم عليه بقوة لم يعهدها بنفسه من قبل وأمسك به من صدره. اقتربت لورا منهما وصرخت، دعه، لم يلمسني قط. أسقط أنزو يديه عن أخيه فضمته لورا إليه وهي تبكي وتقول، أنزو حبيبي هل أنت بخير؟ تصرفت كالحمقاء وقد اقتنعت بكل ما قاله ستيفانو. صدقني إن قلت لك أنني لا أشعر بأي فضول لأعلم عما جرى بينك وبين تلك المرأة. وبدلا من التحدث عنها لنعود إلى المنزل. ما إن ذكرت المنزل حتى تذكر أنزو وجه والدته القلق، فعلم لابد أنها تشعر بالخوف والرعب عليهما. بإمكانهما التحدث عن لوسيانا ولقاءه بها في لينو في وقت لاحق. قال وهو يمسك بيدها، لنذهب إذن. سمعتك والدتي تركضين وكانت قلقة جدا عليك، أحب أن نسرع إليها لتهدأ. ما إن اقتربا من الفيلا عبر الطريق الترابية رأيا أن تزرع الشرفة ذهابا وإيابا. ركضت نحوهما وقالت، هل أنتما بخير؟ طلبت من جيما إحضار القهوة. سأل أنزو ما إن دخلت جيما غرفة الجلوس، أين ستيفانو؟ لم تستطع أنا أن تخبره، لكن إيميليا قالت، غادر الفيلا منذ نصف ساعة مسرعا وأعتقد أنه توجه نحو أوستي. حدقت لورا بزوجها فابتسم لها وكأنه لم يمسك بأخيه محاولا ضربه. ساد الصمت لفترة قصيرة، عندها قالت إيميليا، حان وقت ذهابي إلى النوم. أطفالي أتمنى لكما ليلة سعيدة. وقد ضمت آنا أيضا بهذا الكلام مع أنها في الستين من عمرها. أعتقد بأننا سنتحدث عن هدية زواجكما في الغد أثناء تناول الفطور. دائما آنا تتعمد الاهتمام بالآخرين. عرضت على حماتها أن ترافقها على الدرج،
بعد قليل تبعهما كل من أنزو ولورا. فهذه ليلتهما الأولى كزوج وزوجة في فيلا فوغليا. أدرك أنه كان قاسيا معها عندما تحدثت إليه في المكتب، لكنه لا يريد أن يقحم ستيفانو أنفه في حياتهما من جديد. قال لها وهما يدخلان جناحه الخاص عندما كان عازبا: بشأن الموعد الذي كنت أخطط له مع المرأة في لينو. بدت خيبة أملها على الفور وقالت: من فضلك لننسى الأمر، ما كان علي أن أذكره أمامك. قال وهو يضمها إليه: أنت على حق، فنحن لا نعرف بعضنا كفاية. صعدا إلى السرير حيث أشعة القمر تضيء الغرفة ورائحة الزهور التي يعتني بها ميتشيل تملأ أرجاء المكان بالعطر. أصغت لورا إلى أنزو وهو يقول لها: إن صاحبة الشعر الأحمر التي تحدثت معها في لينو ليست إلا خطيبتي السابقة والتي خانتني مع أخي. ثم تابع قائلا: أنا لست متفاجئا أنها اتصلت به لتخبره أنها قابلتني، فقد كان مغرمين، لكنه تخلى عنها في اللحظة التي فسخت فيها خطوبتي، وقد كانت تلك الخطوبة عمل خاطئ منذ البداية، عمل أقدمت على تصحيحه قبل فوات الأوان. لكنني أعترف لك أنها تتصل بي في بعض الأحيان مع أنني لا أظهر لها أي اهتمام. هو الآن بعد أن أصبحت لي لابد أنها مجنونة إن اعتقدت أنني سأفعل. علمت أنه يقول الحقيقة من خلال نبرة صوته ونظرة عينيه. همست وهي تضمه إليها: أحبك، أنا أحبك يا أنزو. قال لها: أعتقد بعد أن وجدنا بعضنا البعض بإمكاننا أن نظهر الحب والأمان لغيرنا. واتفقا على أن يقوما بكل ما يمكنهما ليجعلا ستيفانو يشعر بالانتماء إلى عائلته إن تعمد على الادعاء على أخيه أم لا. ضحك أنزو وقال: سيكون الأمر صعبا علي لكنني سأحاول. أجابت لورا: ذات الأمر بالنسبة لي مع كريستينا، سأحاول أن لا أغضب منها حتى ولو نفذت تهديدها. مع كل الحب الذي أشعر به قربك بإمكاني أن أتصرف بكرم وعطف شديد. سألها أنزو بنعومة: وماذا عن غاي؟ كل الذي أستطيع قوله أنني أحببت غاي كثيرا، لكنه سيبقى جزء من حياتي مضى. ضمها إليه بشدة، فهو يعلم أنه وجدها لتنقذه من كل سوء وشر قد يصيبه. فهما مغرمان ببعضهما بشدة لدرجة أن كل من حولهما يدفعهما إلى مزيد من الثقة التي بدأ يبنيانها معا. وإن حياتهما معا ستكون مليئة بالسعادة والأمل والأمان.